نسوان على ما ربي خلي ياكلوا خلي ياكلوا. جناري ربع كما هكا ب 2000 فرنك مازالت فلاحه هي زدت فلاح نورمالمون مسمي على جديده الجناريه اي مسمي على جديده وين جديده ثم ما ثم كان ثم ما قول لي وين خلينا نمشوا نزرعوا اعطيني انت فانا بقعه الفلاحه قلت له قيس سعيد لو تلفت للفلاح تو البلاد تولي لاباس عليه اما بلاد شو تزرع انت؟ ما عادش نزرع جمله جمله ما عادش تزرع العباد باش تزرع تنفخ عليه بالهواء فماش ماش جمله وتبصي الماء جمله بلاد ماتت عباد ولا تسرق وتخطف فلاحه عيان الفلاحه ولا تسرق ماهيش لاقي باش تاكل بري اخرج وشوف تو دور على بعض فلاحه تلقى الغلام نتاعها ميت تلقى البقر نتاعها ميت بالشر شنو تحكي لي على الفلاح مزات فلاحه هي هربتها مع عدنوس ب 500 و 600 فرنك خاطر ما ثماش كانت بقعتنا هي تنتج فيه السناريه والخضروات الكل هنا منوبه اول ولايه ولايه منوبه اصبحنا نزرعوا في الورد ما ثماش الورد نحن ما لقيناش نشبعوا كروشنا نلوجوا على الورد بدلتوا بالفلاحه ما ثماش قلت لك ناس تسرق وتخطف معنا ما ثماش اكثر من هكا فلاح تلقاه يسرق ويخطف خاطر ما عندوش ما عندهاش باش يوكل ولاده توني فرحان اليوم عندي عيد شاري زوز ارباع قناري اليوم عندي عيد في 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 بلاد القناريه شاري زوز ارباع قناري انا فرحان اليوم كاني شريت علوش العيد فهمتني يا اختي ما ثماش هذه ب 2000 تاخذها انت ب 2000 خالص فيها هذا هذا زعما خالص فيها وقت اللي القناريه تو نرموا قال ما يمكن يلزم ب 16 17 الحمر ما ثماش يلزم يبيع الاخر يراجع حتى ربيع المشروب شنو غارق مات ماهوش غارق مات سي تدفن دفنوه سي شنو علاش تحكي انت جلبانه ب 2000 فرنك شنو تحكي انت شنو هو اللي تحكي لي فيه؟ برا شوف البرقدان قديش، شوفي شنو هو اللي وصل؟ ما وصل شيء. العباد راي ما العباد ميتة، العباد تسر. الحمد لله. نيجي نيجي. نحمد ربي هذا نقدو الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله عليه. كل شيء موجود؟ موجود. موجود. كاني باهية ولا متوسطة. الحمد لله واكلين شربي. الحمد لله. ها ربي يرحمنا بالمطر. هاي احمد ربي ها ربي يرحمك بالمطر. هاي ها ربي ربي معناتها حتى غضب علينا ها وسامحنا. الحمد لله. كل شيء موجود؟ الحمد لله كل خير موجود. معقولة. هذي قال لك 2000 فرنك الجلبان ما كانت ب 3800 هاي ب 2000 تو هي الحمد لله ربع قناريه حمراء اللي كانت ب 8000 تو بقديش ب 2000 فرنك وب 1800 الحمد لله الطماطم ب 500 فرنك ها ب 500 فرنك الطماطم ب 500 فرنك الحمد لله الحمد لله نحمد ربي ونشكره لا نقول القناعه الحمد لله انا نروح بكفيك كنت روح في بلاصه الفلاح اش تلقى روح قلت لي كل شيء واضح امور مريقله ناخذوا في كل شيء ما ناقصنا حتى شيء الحمد لله كل شيء موفر كل شيء موجود كل شيء سوم مناسب به سافا الحمد لله صحيح ولا نقلبوا لا صحيح نقصوا من المصاريف الزايده نقطعوا على كل شيء نحو القهوه نحو الدخان نحو المصاريف الزايده نقطعوا كل شيء والحمد لله بارك الله قضيت كل شيء انت الحمد لله انا غرام كل جمعه هنا في جديده كل جمعه نحي مصاريف الزايده حاجه زايده ما هيش اوبليجي عليك تقطع على كل شيء والحمد لله تشري اللازم لحاجتك بيه تشري اللازم وظل متوفر وظل تحس في روحك يا ربي لك الحمد بين الناس الكل توا او جزء كبير من الشعب يقول لك جوعنا ما عادش ومانيش خالتين وفي نفس الوقت يشريهم معلش يشريهم ما فماش واحد يبطل الشريه حتى ما عندكش تشتري يلزمك تشتري اما الحمد لله نبقوا ديما الحمد لله قول انت تكتك يلزمك تكتك تكتك تكتيك هو الصحيح لا سويم لهنا في جديده كل جمعة كيفيه جمعة يبدا متوفر جمعة يبدا غالي يبدا متوفر يرخص يبدا موش متوفر يغلى هكاك كل جمعة هكاك اسوام كل بورصة معناها صحيتك فما خدامة عنده في الثانية وخدم تلقي كل شيء مكدس اسوام باهي ما خدموش الخدامة وشتيه واحد هذيك هي بالطبيعة بتجي هكاك هنا الخضرة من يعني مرشي سونت من مرشي بير القصعة معناها ولا من فلاحة؟ كثير فلاح كثير مفلاح فما حاجات تجي من المرشي تو فما طماطم في الثانيه تو موجوده مش موجوده الطماطم لازم تجيبها من بير القاصع هي مرشي قرو
والحمد لله لاباس. انت تعمل دوره مثلا وراك الحلوب ب 2500، العصير من غادي 1400، فما 2700 زاد منهم اللي تنصل. انا بحكم نتعدى من منزل بوزالف. في منزل بوزالف يبيع لك على جنب الثانيه اغلى من هنا. هنا السوم يركح شويه وضاح، غادي كيبدوا يصطادوا. ساعة يبيع لك بالصندوق، الصندوق ما فيش وحتى 12 كيلو، يطلع لك كيلو اغلى من الكيلو بالميزان في النصب. وعينك ميزانك التكتيك. انت مثلا عندك عائله، القضيه اللي خذيتها اليوم تكفيك لاخر اسبوع؟ لاخر الاسبوع، كل جمعه لاخر الاسبوع ننظم. الحمد لله. كيفاش وليت هكا تكتك بالقدا؟ من قبل ملي مازلت عازب نتكتك هذيك هي التربية. كان لحاجتك بيه. الحاجتي بيه. لا قهوه لا دخان. لا قهوه كهو، قهوه الصبيح وقهوه العشيه ان شاء الله نبطل. 6000 تاع الدخان تشري بهم حاجه تاكلها. كل رمضان ننوي لي باش نبطل القهوه نحب النحاه. الناس تقول غالي وتشري. غالي وتشري خاطر ما تلقاش باش تعيش، باش تعيش صغارها. ما ينجمش ياكل باش يقعد بالشر، ما ينجمش يقعد بالشر. شنو باش يعمل؟ يتلز باش يشري، اما انا يشري على الاقل لا يشوف شنو باش يشري، انقص 100 فرانك وانقص 50 باش ينجم. فماش حد تكتك شاي. يعني. هاي تكتك هكاك باش يعيش معاها الدنيا ذي بالتكتيك، ما فماش تكتيك يقعد فم. يقيل. الناس تقول جواعة ما عناش، وفي نفس الوقت نشوفوا تبارك الله السوق موجود فيه كل شيء والناس قاعدة تشري. الناس اللي عندها اللي لاباس عليها هكا تشري، اما الزوالي هو قاعد يلقط لقيت هو قاعد عايش هو يلقط حتى الخدمة ما فماش، تخدم في السواني ما فماش سواني. ومنين باش يعيش؟ عبيت القفة. عبيت القفة بتاع لقيتها، شر الحاجات ما شريتهاش. والله شر الحاجات اللي شريتها. هاي. ماهيش الحاجات الكل اللي باش هكاك خاطر انا على الطبيبه يحرز قالت لي تاكلي كان السلايط والحاجات الخضره كاو صحيه صحيتي. انا ما ناكلش الخضره باش نمشي باش نعيش، على الاقل خاطر في خضره، لا لحمه ولا شحمه كما نقولوا فيها ولا حوته ولا اسكالوبا ولا حتى شيء. وين ماش التونسي مشي. قلت لك انا اعطيها بلاش تقول لي غالي. علاش بلاش؟ علاش هي ما وين كل شيء رخيص. ها بدينار عسيش بيه مكلوشة، ها بدينار رخيص ولا غالي؟ بدينار غالي ورخيص. الدينار رخيص. ها ايش يحبهم الدينار؟ بدينار مش 700 فرنك. بحب يشرح دواه العصير سوم تاعو دينار مسبيح ولا تاو؟ دينار تاو بدل الدينار. تاو بدلت مش عليكم انتم سوقوا فيها ذاك هو عقب. نبيع اربع سنادق ولا نبيع براس مال نبيع. فما كبير فما فما تشري. اما انت قلت لي كان نقول لها بلاش تقول لي بلاش. طماطم تاع 700 فرنك مش راح تاوه 3500 يشرفها. البطاطا ب 1800 فرنك كانت ب 4000 من اوجش عليها. منزل بوزال. منزل بوزال. اش كنت تبرع؟ ارفك بالزوالي ارفك بك ربي. ناس الزوالي على بها ربي. خلي ياكل الزوالي خلي ياكل. ياكل زوالي تمصم ب 1800؟ هذاك هو السوق. طيحنا له فيه السوق. منين جايبه؟ هذا منزل بوزالف. السوم هكا مصباح ولا تو تبدل؟ هذا ما حطينا له ب 2000 وبعد بدلنا له ب 1800. عاد شوي هذاك اخر وقت سيء. عاد يربك بالزوالي ناس زوالي على بها ربي خلي ياكلوا خلي ياكلوا. اي اي هاي عقاب السوق. طماطم دينار والبصل ب 1200 هاي والفلفل 2600. الطماطم هذه منين؟ نتاع فلاحه ولا نتاع بير القسم عليها؟ لا ما نتاع فلاح من سيدي بوزيد. سيدي بوزيد. ومن غادي بقداش البطاطا؟ 500 جويده هذيك. طماطم هاي هذيك الجويده ب 500. هاي اخر السوق ولا بتبيعتها كيكا؟ لا بتبيعتها من اول السوق تخدم 500 بيعوا فيها جويده ب 500 والخشينه بدينا. تاع بيوت مكيفه معناها؟ لا سواني شمسيه هذيك تاع اي تاع رقاب وسيدي بوزيد اي فهمتني؟ طماطم سيدي بوزيد لهوني في جديده. اي في جديده اي. والفلفل؟ الفلفل هذاك مكسر. اي هذاك بدينار كان بيعوا فيه لك زوايا ولا فهمتني؟ هذاك كان يطيش يا مسيو. هذاك هو كان يطيش. كان يتلوح. العباد ما عادش لاقي باش تاكل الفلفل هكا تشوف فيه. ديشي هذاك ديشيره. هي ديشي هذاك مكسر هي ديشي بدينار. احنا ناخذوا فيه هذاك ب 2000 ب 2000 موزون علينا هذاك ب 2000 فرنك. هاكم بيعوه بدينار باش ترى الحق باش ترى الصوم فهمتني؟ وبالنسبه للفلفل باهي هكا تشوف ب 2600. هذا حر ولا كيفاش؟ هي هذاك حر. حر
سفناريا كيبيع فيها ب 1500. البصل ب 1200 دينار. سي بون طيحتوا في السوق هكا هو احنا في السوق اخر السوق معناها اخر السوق باش نكملوا خلي الزواليه خلي الزواليه تاكل بالرسمي بالنسبه للسوام سوام معقوله وفي المتناول الاسوام هذه حقيقيه ولا بتاع كاميرا كهو لا ورا سوقتي حقيقيه هاكا تدخل توا السوق توا تشوف حتى اسوام اقل من هاك مش عادينا بعد يقولوا لي راهو بعد الكاميرا نلقاو اسوام اخرى ولا الكاميرا لا لا هاكا فما حتى اللوطه ارخص من السوم هذا فهمتني الاسوامات كلها موجوده من 500 ل 700 انت والسلعه انت والكاليتي نتاع السلعه.